الدكتور، اسمحوا لي بداية بدوري أن أتقدم بجزيل تشكراتنا للسيد نائب الإقليمي اللي هو يشرفنا أن نعمل معه، والنائب الذي يحترم العمل ويحترم ويقدر الناس اللي كيعملوا في تفان بجد ونشاط، ويشرفنا. هذه كلمة ليست مجاملة ولكن هي الحقيقة، وما نحس به حقيقة هو أنه يشرفنا جميعا أن نعمل مع السي الصيلي اللي هو نائب، ولم يعني نجد في السي الصيلي إلا الرجل الحكيم الذي يقدرنا ويسهل عملنا، ولولا يعني هذا منهجية العمل لما قمنا بما نقوم به. ومرة أخرى ليسمح لي السي الصيلي أن أقول نيابة عن جميع أطر التوجيه اللي خدامين في النيابة، شكرا جزيلا لكم، ووفقنا الله جميعا لما فيه خير للناشئة. ثانيا نبدا من تقديم تشكراتنا الحارة للمجلس البلدي، جميع أعضاء المجلس البلدي وللمجلس الإقليمي وبلدي كتعاملنا، التي لولا يعني تدخلها وانخراطها في هذا العمل لما رأى الوجود. تشكراتنا كذلك لأعضاء منتدى الإبداع والتواصل ولأعضاء الفرع المحلي للجمعية المغربية لدور التوجيه والتخطيط التربوي بالنيابة، ونحن لا نقوم إلا بما يملي علينا وجودنا. ما نقدر كذلك ونشكر السادة مبتدي المنابر الإعلامية، لأن كما كتعرفوا الجميع بفضلكم وبفضل ما تنشروا على الملتقى بدأ هذا الملتقى يعني يشع على المستوى الجهوي وكذلك على حتى المستوى الوطني، والدليل هو أن مجموعة من الإخوان على المستوى المركزي ألحوا على الحضور في هذه الدورة السابعة، وكذلك بالنسبة للإخوان الأطر الأكاديمية. إذن كتأدي واحد مهمة جليلة ومهمة يعني لدينا في التعريف بالملتقى، لأن لا ميدياتيزاسيون كما كنقولوها هي اللي كتجعل هذا المشروع هذا يعني يتقوى ويعني يبلغ يعني الدرجة اللي حنا كنأملوا لها جميعا. غادي يعني التدخل ديالي غادي يكون جد مختزل، وغادي نحاول نقرب هذا الملتقى هذا من الناحية المقاربة حقوقية. هذا الملتقى هذا حنا إلا كنعرفوا جميع بلي أن المشروع الشخصي والمهني للتلميذ ينبني أساسا على ثلاث شروط أساسية ومهمة جدا. أولا التعرف على الذات، ثانيا التعرف على المسالك التعليمية والتكوينية ما بعد البكالوريا، ثالثا كذلك التعرف على المهن. إذا كان مستشار في التوجيه اللي كيعمل في إطار العمل ديالو العادي في القطاعات المدرسية يقارب هذا العمل في الجانب ديال الإعلام والاستعلام وكذلك التعرف على الذات، هذا الملتقى هو يحقق لنا التعرف على المهن وكذلك التعرف على المسالك ما بعد البكالوريا بما فيها المسالك التعليمية والمسالك التكوينية. هو مناسبة لجميع التلاميذ باش يتطلعوا عن قرب على مجموعة من المعلومات اللي كتقدمها المؤسسات التعليمية، كيكون هذاك لو كونتاكت ديريكت مع الممثلين ديال المؤسسات، وبالتالي كيقدر التلميذ يصحح واحد المجموعة ديال التمثلات ديالو، يعني يهرس واحد المجموعة ديال الاكتشافات حول بعض المسالك التعليمية والتكوينية ما بعد البكالوريا. إذا هذا حق ديال التلميذ، ونحن أصحاب الالتزام لا بد من إقرار هذه الحقوق لصالح التلميذ. كيبقى واحد التساؤل كبير، حق التلميذ ديال الوسط القراري موازاة مع ملتقى الطالب. النيابة الإقليمية كتنظم ما يسمى بقافلة الإعلام، لأن ما يمكنش جميع التلاميذ ديال الإقليم يجوا للملتقى بسبب بعد وكذلك الإكراهات المادية، وبالتالي حنا كنديروا ملتقى الطالب على مستوى المدينة، كيجيو ليها مناطق اللي هي قريبة ولكن بحال في الأخير وتفرا وبعض المناطق اللي هي كنديروا فيها ما يسمى بقافلة الإعلام. الآن راه تدارت هذه القافلة في تفاوت، وتدارت في المعدن، وتدارت في بعض الأماكن، وكان ديبلاسيو مستشارين في التوجيه مع الملصقات
مع يعني مجموعه من المعلومات وكنبقاو في المؤسسه نهار يعني نهضروا مع التلاميذ ونعطيهم المعلومات الضروريه لاتخاذ قرارات واختيارات تربويه سليمه. اذا هذا كنديروا في اطار الواجب ديالنا وفي اطار يعني اقرار حقوق التلاميذ. وبالمناسبه يعني اتقدم بجزيل تشكراتنا لكل التوجيه اللي خاطوا معنا في هذا العمل الذي هو عمل نبيل اللي كيستهدف تقويه هذا الجانب ديال التوجيه والاعلام والمساعده كذلك على اتخاذ القرارات التربويه السليمه على المستوى الاقليم تيزنيت. يعني الجانب ديال التنظيم غادي يهضر عليه ربما السي ابراهيم القاضي. هناك اكراهات اللي هي اكراهات موضوعيه ولكن احنا نتجاوزها بفضل يعني تضافر الجهود وبفضل انخراط الجميع في هذه العمليه. شكرا جزيلا لكم.